التعليم تعلن تنسيق القبول بالثانوية العامة في محافظة القاهرة. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد من شوية تنسيق القبول للثانوية العامة والخاص والخدمات للعام الدراسي الجديد، وتم تحديد الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي بالقاهرة 245 درجة. نقولها مرة تانية، القبول في الثانوي العام للطلبة اللي نجحوا في الإعدادية وينتقلوا للثانوية العامة إن شاء الله ومستقرين إن هم يكملوا في الثانوي العام هيكون درجة القبول 245 درجة، يعني أقل درجة هيتم قبولها 245 فأعلى لحد 280. أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة أكد إنه هيتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وهيتم السماح للطلاب بالتسجيل للدخول في بداية موعد التقديم عشان يضيف رغبته ويحفظها، وده لمدة أسبوعين، على أن يجرى البت إلكترونيا على نفس الموقع في قبول طلبات الطلاب للتنسيق وحسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن مع مراعاة بعض الشروط. بيتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية اللي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي. أما الطلاب اللي حاصلين على مجموع 266 درجة أو أكتر مسموح ليهم يتقدموا لمدارس بيرغبوا في التقديم ليها حتى لو كانت خارج المربع السكني أو داخلة على مستوى المحافظة، وبتقبلهم المدارس دي بما لا يزيد عن 25% من أعداد المقبولين في كل مدرسة. أما الطلاب اللي حصلوا على مجموع درجات 252 درجة أو أكتر مسموح ليهم بالتقدم للمدارس اللي بيرغبوا فيها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون القيد بالمربع السكني، وتقبلهم برضو المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين في المدرسة. برضو دي النقطة دي محتاجة بعض التوضيحات، يعني الطلاب اللي جايبين 245 يقدروا يخشوا ثانوي كلهم بلا استثناء. بعض الطلاب عندهم استثناء عايز يروح مدرسة حكومية ثانوية عامة ولكن مش مربع السكني بتاعه. لو طالب جايب 266 او اكتر من حقه يقدم لاي مدرسه دون التقيد بالمربع السكني بتاعه، اما اللي جايب 252 يقدر يقدم في المدارس ولكن داخل الاداره التعليميه لو موجود فيها وبرده دون التقيد بالمربع السكني. الطلبه اللي ما بين 245 ل 252 ده ملزم يروح للمدرسه اللي هي تابعه للمربع السكني اللي هو فيه. كمان من الشروط، لا يسمح بقبول اي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهره في المدارس الرسميه الا لابناء محافظه القاهره الحاصلين على شهاده اتمام دراسه بالمحافظه بمرحله التعليم الاساسي من احدى مدارس القاهره، ولا يسمح اطلاقا لطلاب الصف الاول الثانوي باي محافظه اخرى بالتحويل لمدارس القاهره الا بعد ان يتم تنسيقهم في محافظتهم وطبقا للقرارات الوزاريه المنظمه لذلك. يعني كل الطلبه اللي في اعدادي في القاهره هيقدروا هم اللي يخشوا مدارس الثانوي الحكومي في القاهرة فقط، وغير مسموح بانتقال أي طالب واخد شهادة إعدادية من محافظة أخرى، واللي طبعا بعد التنسيق بتاعه ما ينتهي ويقدر يشوف بقى القرارات الوزارية المنظمة لهذا الأمر يقدر ينقل ولا لأ. كمان مدير التربية والتعليم في محافظة القاهرة أشار إن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي المدارس الخاصة 140 درجة، ودي نقطة مختلفة برضه مهمة. الطلبة اللي هتخش ثانوي عام 245 درجة اللي هي المدارس الثانوية الحكومية، أما اللي هيكمل ثانوي في مدارس خاصة يقدر يخش عادي حتى لو جاب الحد الأدنى اللي هو 140 درجة اللي هي درجة النجاح. أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام بحوالي 40 درجة. زي ما قلنا في بداية هذه الخدمة الإخبارية إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد من شوية تنسيق القبول للثانوية العامة والخاص والخدمات للعام الدراسي الجديد، والحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام في المدارس الحكومية في محافظة القاهرة 245 درجة. كل التوفيق لأبنائنا طبعا الطلاب اللي بينتقلوا من مرحلة الإعدادية إلى الثانوية، وكل واحد يختار ما يناسبه سواء هيكمل في الثانوية العامة أو في أي نوع آخر من المدارس. كده انتهت خدمتنا الإخبارية، شكرا لكم وانتظرونا في خدمات إخبارية جديدة خلال الساعات اللي جاية. شكرا جزيلا.